تلقينا صعوبات لان كانت المفاهيم ماهيش واضحه. الان راه كل الحمد لله راه كاين مسايره. في البدايه كان الجندي تاعنا نقولها صراحه لما كنا نتقدموا الى القتال الجندي يتساءل، وحتى انا نفسيا كنت نتساءل، هل انا على حق وعلى باطل؟ هل اللي راه امامي على حق ولا باطل؟ هو يقول الله اكبر وانا اقول الله اكبر، وفي اشتباك مره هما يقولون الله اكبر ونحن نقول الله اكبر مشتركين. من كان فينا على حق؟ وتبين حق.